لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نستكمل حديثنا في شرح حلية طالب العلم، وكنا نتكلم عن كيفية الطلب والتلقي. قال الشيخ بكر بن عبد الله رحمه الله تعالى: سادسا، جمع النفس للطلب والترقي، والاهتمام والتحرق للتحصيل، والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. سادسا، هذه من الأمور التي لابد أن يراعيها طالب العلم، جمع النفس للطلب والترقي. ما معنى جمع النفس؟ يعني ألا يتشتت، ألا يشتت نفسه بين العلوم والمناهج والمشايخ، وإنما يضع منهجا على أيدي أهل العلم المعتبرين، ومراحل زمنية يحصل فيها هذا المنهج ويبدأ يسير. قيل له: هناك شيخ يدرس كذا وكذا، وهناك أنت اخترت منهجا صحيحا صوابا وضعه لك أهل العلم الأثبات المعتبرين، فلا تتردد ولا تتشتت، اجمع همتك على هذا المنهج حتى تنتهي منه، بهذا تحصل العلم. بعض الشباب يبدأ في المنهج، يمضي شهر مثلا فيئن له أو يظهر له مثلا منهج آخر فيترك هذا المنهج ويتحول للثاني، يمضي مثلا عليه شهران فيرى منهجا آخر فيترك الثاني ويتحول للثاني، وهكذا لن يحصل شيء. لذلك هنا يقول: جمع النفس للطلب، طلب العلم يعني، والترقي يعني الترقي في الارتقاء والارتفاع بالانتهاء من المنهج الذي وضع لك. يبقى ينهى هنا عن التشتت والتنقل بين الكتب والمناهج، بل يختار المنهج المناسب ويضع له مدة وفترة زمنية ينتهي منها فيه، ويكون له طالب علم أو عالم يتابعه ويسأله لو وقف معه شيء أو أشكل عليه شيء، وتكون هناك امتحانات ويستمر حتى ينتهي. والاهتمام والتحرق للتحصيل، الاهتمام معروف يهتم، والتحرق يعني أن يبذل أقصى ما عنده من الجهد، يكون حريصا على وقته جدا، حريصا على الانتهاء من المنهج الذي وضع له وإتقانه وحفظ مسائله وفهمها، والبلوغ إلى ما فوقه. إلى ما فوقه يعني فوق هذا المنهج الذي وضع له، المنهج المختصر الذي هو يبتدئ به طالب العلم، لا يتوقف عنده بل ينتهي منه ويترقى ويبلغ ما فوقه حتى تفيض إلى المطول. التفيض من؟ نفسه. حتى تفيض نفسه، تفيض يعني تنتقل إلى المطولات بسابلة موثقة. بسابلة موثقة يعني طريق متين، طريق متين، ويحقق ما يريده من الإتقان في العلم. لأنه يبدأ بماذا كما ذكرنا؟ يبدأ بماذا طالب العلم؟ بالمختصرات، ويترقى حتى يصل إلى المطولات.
أصل قلت معناه. أنا قلت حتى تنتقل نفسه إلى الكتب المطولة بسابلة موثقة طريق وثيق، يعني ينتقل بصورة طبيعية من المختصر إلى المطول، وليس أن يقفز كما يفعل بعض طلاب العلم فيبدأ بالمطول أولا، فهذا يجعله لا يكمل المشوار والطريق. يقول: وكان من رأي ابن المالكي ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، يعني تتعلم مثلا التوحيد أو العقيدة إذن لا تتعلم الفقه حتى تنتهي من إيه؟ استيقظوا بقى، حتى تنتهي من العقيدة ثم تبدأ في الفقه، لا تتعلم مع الفقه وصول حتى تنتهي من الفقه ثم وهكذا، يعني يأخذ علما إيه؟ علما. وأن يقدم تعليم، هذا صحيح؟ غير صحيح، لأنك يجب عليك تعلم ثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان، الدين. فهل أنا أخذ الإيمان أتعلمه وأترك الإسلام؟ إذن كيف أصلي؟ لابد أن تتعلم هذه معا. وأن يقدم تعليم العربية والشعر، تعليم العربية والشعر والحساب، هذا صحيح؟ غير صحيح، إلا في حق الذي لا يحسن اللغة، مثلا بعض الناس أسلم أو هو مسلم لكن في بلد يتكلمون بلغة أجنبية، فهو لا يستطيع أن يتعلم الفقه ولا التوحيد إلا بعد أن يتعلم اللغة العربية. إذن يبدأ بماذا؟ باللغة العربية، ليس لأنها أوجب من الفقه والتوحيد، لكن لأنها الطريق الذي سيحصل به التوحيد والفقه والعلوم. والشعر والحساب، الشعر لا نحتاج إليه إلا لتقوية اللغة وفهم أسرار اللغة والأدب، وهذا أمر متأخر لا يكون في البداية. والحساب لأنه يحتاجه في المعاملات، وواقع الناس أنه يعني لا يحتاج لذلك، كل الناس تستطيع تعرف أن تحسب، والوسائل الحديثة تعين على ذلك أيضا. ثم ينتقل منه إلى القرآن، بل نقول يبدأ بالقرآن، يبدأ بالقرآن كما كان الصحابة يفعلون. والقرآن فيه توحيد وفيه فقه، فيدرس وهو يتعلم القرآن أصول الإيمان، ويدرس أركان الإسلام، وعموما يدرس ما لا يسع المسلم إيه؟ جهله، ومع ذلك يتعلم القرآن، لأن القرآن تعلمه ليس بواجب، ما دون الفاتحة ليس بواجب. فإذا يقدم الواجب أولا وما يقوم به دينه من تعلم أركان الإيمان وأركان الإسلام والأخلاق الواجبة ونحو ذلك، ثم يستمر في تعلم القرآن. يقول: لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا. تعقبه يعني ها؟ يعني علق على قوله هذا، يعلق على قوله بأن العوائد جمع عادة لا تساعد على هذا. يعني ابن خلدون رحمه الله يقول: عادة الناس لا يصلح كلامك هذا أن تبدأ بالعربية والشعر والحساب ثم القرآن، لا، بل تبدأ مع الأطفال أولا بالقرآن ثم بعد ذلك يعني ما تريد من سائر العلوم. وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه. لماذا؟ لأن الولد عليكم السلام ما دام في الحجر ينقاد للحكم، هذه قاعدة، الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم. ما معناها؟ يعني طالما كان صغيرا فهو يسمع ويطيع، أنت تربيه وتنفق عليه فهو يسمع لك ويطيع، فإذا كبر يضعف ذلك، يبدأ هو يشق طريقه ويفعل ما يراه ونحو ذلك. لذلك استغل هذه الفترة والولد صغير، تقول له: لو حفظت سورة كذا
فلك هدية، ولو فعلت كذا فالولد ينشط ويحفظ. إذا وصل لسن كبيرة فربما لا يفعل شيئا من ذلك، فأنت تستغل هذه السن في تعليم القرآن الكريم. فإذا تجاوز البلوغ، البلوغ من الذي تجاوز؟ الصبي. صعب جبره، جبره على ماذا؟ على الحفظ، على تعلم القرآن. طيب، طب الخلط بقى في التعليم بين علمين يصلح أم لا؟ يقول: أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. نقول: المبتدئ لابد أن يتعلم ما لا يسعه جهله، يتعلم أصول الإيمان وأركان الإيمان الستة، ويتعلم من أركان الإسلام ما وجب عليه، ربما يؤخر الزكاة لأنه فقير مثلا، ويؤخر الحج لأنه غير إيه؟ مستطيع، غير قادر، لكن باقي الأركان لابد أن يتعلمها، واجب لا يؤخرها. كذلك الإحسان ومعرفة الله عز وجل وصلاح القلب والإخلاص وكذا، العبادات القلبية. فهو ابتداء يبدأ بهذا، ولا مانع أن يجمع مع هذا علوم أخرى، لكن أن يترك علما واجبا ويقول أنا منشغل بكذا لا يصلح. وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية وهكذا، دفعا للتشويش. يقول هنا: بعض أهل العلم كان يدرس يعني بعض الطلبة في إحدى المراحل كتاب زاد المستقنع، هذا عندهم في المنهج أو في المذهب الحنبلي كتاب للمبتدئين أعلى منه كتاب المقنع، هذا للخلاف المذهبي. في زاد المستقنع يقتصر على الإيه؟ رواية واحد، قول واحد، الراجح في المذهب. المقنع يسوق الإيه؟ الخلاف ويستدل للقول، تمام؟ المغني الخلاف الموسع، الخلاف العالي. فكان هذا العالم يدرس هذه المستويات، ولا يسمح لطالب ممن يدرس في المستوى الأول أن يحضر درس المستوى الإيه؟ الثاني، والثاني لا يسمح له أن يحضر درس المستوى الإيه؟ ما السبب؟ منعا للتشويش. ما معنى التشويش؟ الاختلاط، اختلاط العلوم ببعضه. فعلا كان يحضر مثلا الدرس الذي في المستوى الأول، فحضر الدرس المستوى الثالث المغني، يحصل له تشويش كبير جدا، إلا ما كان نادرا، يعني بعض الطلاب يكون علامة فهامة، فربما يصلح يأخذ المستويات الثلاث معا. هذا كثير أم قليل؟ أو معدوم، أن تجد طالبا بهذا المستوى هذا قليل جدا، لكن الأصل أن كل طالب يبقى في إيه؟ المستوى المناسب له. وبعض الطلاب يتعجل فلا يحصل شيئا، لذلك كانوا يقولون: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. يتعجل أن ينتهي من المناهج فلا يحصل شيئا في نهاية الأمر. يقول: واعلم أن المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره، والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. هذه القاعدة مهمة جدا. يقول: واعلم أن المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف من قطر إلى قطر. يعني بعض الناس مثلا يقول: نريد منهجا لطلب العلم، فيستفتي بعض المشايخ فيقول له: خذ هذا المنهج، وضعه عالم من علماء المملكة العربية السعودية، منهج في التوحيد، ماذا ندرس؟ يقول لك: تدرس الأصول الثلاثة ثم القواعد الأربع ثم كتاب
التوحيد، وهكذا سيأتي إشارة إلى مثل هذا. طيب، هذا المنهج الذي وضعه هؤلاء العلماء وضعوه لمن؟ لبلدهم. بلدهم الأمر يختلف فيها عن غيرها من البلاد. بلدهم يرفع فيها شعار تطبيق الشريعة الإسلامية، بلد أخرى يرفع فيها العلمانية والحكم بغير ما أنزل الله. إذن ربما هذا المنهج يوافق ويصلح للبلد أو الطالب الذي في هذا البلد، انتبه، هذا الكلام مهم، ويكون غير صالح لآخر في بلد آخر. لأن الذي في البلد الذي يرفع فيه شعار العلمانية ماذا يحتاج؟ ها؟ يناسب. إذن يكون فيه الكلام عن وجوب تحكيم الشريعة، وعن أن تحكيم الشرع القوانين الوضعية من الكفر بالله والشرك وأدلة ذلك والرد على المخالف وهكذا. إذن توضيح هذه المسألة، مثلا بلد فيه تضييع عقيدة الولاء والبراء، وهناك عندهم مثلا وضوح عقيدة الولاء والبراء، إذن في البلد الثاني يحتاج للتركيز على هذا الأمر. هذا ليس طعنا في العالم الذي وضع هذا المنهج، هذا وضع هذا المنهج يناسب الطلاب الذين في بلدهم. تعرفون الطلاب هناك في المدارس في الابتدائي والإعدادي ينتهون من كتاب التوحيد في الصف الثالث الإعدادي في السعودية، وفي المرحلة الابتدائية يدرسون معظم الفقه ويدرسون يعني ما هو أكثر من ذلك في المرحلة الإعدادية. إذن تجد الطالب، ربما تجد بعضهم مثلا يجلس على المقهى أو يشرب السيجارة، ولكن إذا تكلمت معه عن التوحيد مشكلة، يعني أمور واضحة. في حين أنك ربما تسأل بعض الطلاب هنا عن الشرك بالله والطواف حول القبور وكذا، الدنيا جميلة وكل شيء كويس، هذه مشكلة. إذن أنت لابد أن تنظر في المنهج، هل هو يناسب الواقع الذي أنت فيه والطلاب والبيئة وأحوال البلد أم لا يناسب. لا تحتج عليه وتقول هذا إمام كبير ووضع، نعم على الرأس والعين، لكن وضعه لواقع يناسبه. وهذا المعنى يشير إليه الشيخ بكر هنا، يقول المختصرات والمطولات تختلف من قطر إلى قطر. يعني مثلا في الأندلس كان منتشرا المذهب الإيه؟ المالكي، هنا في مصر الشافعي مثلا، والحنفي ربما أيضا، في المملكة مثلا الحنبلي. إذن المختصرات هناك غير المختصرات في الأندلس، غير المختصرات والمطولات كذلك، فهمت؟ فلابد من مراعاة هذا المعنى المهم، وأن يراعي الإنسان في المنهج الذي يدرسه أن يكون موافقا للمكان الذي يعيش فيه، والقضايا التي يتعلمها تكون موافقة ومناسبة للمكان الذي يعيش فيه. يقول وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. هذا أيضا سبب آخر لاختلاف المختصرات والمطولات. يقول ما نشأ عليه علماء ذلك القطر، يعني مثلا في المملكة مثلا نشأوا على المذهب الحنبلي، فتجدهم يتقنون مختصرات المنهج الحنبلي، تمرسوا فيها. ما معنى تمرسوا؟ أتقنوها، يعني درسوها ودرسوها كثيرا فأتقنوها. فإذا قلت مثلا لبعض هؤلاء طلاب العلم أو العلماء درس لي المذهب الحنفي مثلا، هل يتقن ذلك؟ ربما بعض منهم ربما، لكن لن تجده متقنا للمذهب الحنفي مثلا كمثل رجل من أهل العراق ينتشر عندهم المذهب الإيه؟ الحنفي، ويتقنون مختصراته ومطولاته، فهمتم؟ يقول والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر. الشيخ العثيمين في الشرح أيضا يؤكد هذا المعنى، يقول من حال إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. القرائح جمع قريحة، وهي قريبة من الفهم، يعني العقل والفهم، تقول لديه قريحة وقادة، يعني فهم جيد. فالقرائح جمع قريحة، وهي يقصد بها ويراد العقل المتفتح،
والفهم الثاقب وقوة الاستعداد وضعفه أو وضعفه لديه استعداد لدراسة هذا المذهب وليس لدراسة غيره، وبرودة الذهن وتوقده، يقول هذا الطالب ذهنه متوقد يعني نشيط، هذا معنى توقد الذهن. وبرودة الذهن عكس التوقد، يعني قلة النشاط وضعف النشاط معنى. وقد كان الطلب في قطرنا، ماذا يعني بقطره؟ ليه؟ ما بلدهم؟ السعودية. قد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد، للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين. وهذا من حسن أدب الشيخ رحمه الله. ما المقصود حسن أدب الشيخ؟ كيف يعني؟ هو يذكر الذي عندهم ولا يلزم الطالب به، يقول عندنا المنهج كذا وكذا، لأنه لو ألزم الطلاب به يكون قد خالف ما إيه؟ ما قاله منذ قليل. فإذا هو يذكر لك عندنا طلب العلم يسير بهذه الطريقة، لو كان هذا يناسبك في بلدك افعل. تمام. فعندهم الطلب له كم مستوى؟ ثلاث مستويات. المستوى الأول لمن؟ المبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتمكنين. طيب تعالوا ننظر في التوحيد لمن؟ المبتدئين. ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد. يبقى هذه مراحل يتدرج فيها الطالب حتى يصل إلى المرحلة التي بعدها. ثم كتاب التوحيد أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني هذه الكتب الأربعة تأليف الشيخ محمد. هذا في توحيد العبادة، يقصد توحيد العبادة توحيد إيه؟ الألوهية. تمام. وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمورية، ثلاثتها لمن؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والطحاوية مع شرحها، طبعا الطحاوية تؤخر لكثرة علم الكلام فيها، فالطالب المبتدئ لا يبدأ بالطحاوية لأنها ربما تأخذه لبعيد عن منهج السلف. منهج السلف التأكيد على النص، القرآن والسنة، وليس علم الكلام. لذلك أخرها لأنها فيها نفع، فهو يحصل ما فيها من النفع لكن بعد أن يتمكن من المنهج السلفي. يقول وفي النحو، طبعا من أفضل شروح الطحاوية شرح الدكتور خالد فوزي من المعاصرين، مدرس في أظن دار الحديث أو جامعة الإمام محمد بن سعود، وهو من الإسكندرية، من هنا من علماء الإسكندرية، وما شاء الله متمكن جدا، وقسم الكتاب تقسيمات جيدة جدا، ويسر الشرح بطريقة ممتازة جدا، ويوصي به المشايخ. موجود، نعم موجود في المكتبات، كان موجود في معرض الكتاب أظن السنة الماضية، مجلدان هو الشرح، دكتور خالد فوزي. وهو لما يأتي مصر، لو تذكرتم لما يأتي الإسكندرية يعقد دورات لشرح الكتاب، يعني في الأجازات تقريبا، ممكن إن شاء الله لو تذكرنا وأتى يعقد لكم دورة، ينتهي من الكتاب معكم في هذه الدورة عدة أيام وينتهي من الكتاب كله، ودورات جيدة ما شاء الله جدا. طيب في إن شاء الله، ومع الشيخ ياسر أيضا التواصل. يقول وفي النحو الآج الرومية، ثم ملحة الإعراب للحريري، ثم قطر الندى لابن هشام، وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. وفي الحديث الأربعين للنووي، ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام لابن حجر، والمنتقى للمجد ابن تيمية، المنتقى المشروح في نيل الأوطار، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، يبقى نيل الأوطار شرح كتاب المجد ابن تيمية اللي هو منتقى الأخبار. وهناك شرح للشيخ العثيمين عليه، شرح حديث
شرح منتقى الأخبار للشيخ العثيمين رحمه الله، حوالي 5 مجلدات تقريبا، 5 مجلدات. يقول: فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها. الأمات هذا تعبير لغوي أصح من الأمهات. يقول أمهات الكتب، الصواب الصحيح أن يقول أمات وليس أمهات، تمام؟ يبقى الأمات الست اللي هي الكتب الإيه؟ الإيه؟ الست، السنن كما هي معروفة، اللي هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لماذا سميت الأمات؟ لأنها مرجع الأحاديث، يعني غالب الأحاديث يرجع إلى إيه؟ إلى هذه الكتب. طبعا البخاري ومسلم الأصل فيهما الصحة، إلا ما ندر قليل جدا من الأحاديث التي تعقبها العلماء، لكن باقي الكتب تحتاج لإيه؟ تحقيق. وهذا ما فعله الشيخ الألباني رحمه الله في هذه الكتب، قسمها إلى نصفين، صحيح وضعيف. فتجد مثلا صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، صحيح الترمذي وضعيف الترمذي. إذن أي حديث في غير البخاري ومسلم لابد أن تبحث عن إيه؟ درجته، هل هو صحيح أم ضعيف. لا تأخذ الحديث وتستدل به وتستشهد به دون أن تعرف هل هو صحيح أم ضعيف. وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي رحمه الله. النخبة في الأصل كلمة النخبة يعني الشيء المنتقى، خلاصة يعني، تمام؟ وهي بلا شك تحتاج، كل هذه الكتب تحتاج لشروح وتفاصيل، وهو فقط يذكر أسماء الكتب. وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله، أو عمدة الفقه. طبعا عمدة الفقه غير عمدة الأحكام كما تعرفون، عمدة الفقه مشهور بالعمدة. ثم المقنع للخلاف المذهبي والمغني للخلاف العالي، ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله. وفي أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله، ثم روضة الناظر لابن قدامة. وفي الفرائض يقصد الايه؟ المواريث الرحبية ثم مع شروحها، والفوائد الجلية. فوائد الجلية كتاب للشيخ ابن باز رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين يقول: لكن أرى أن البرهانية أحسن من الرحبية، لأنها أوسع معلومات وأجمع. يقول: وفي التفسير تفسير ابن كثير. طبعا المبتدئ لا يناسبه تفسير ابن كثير، المبتدئ يناسبه التفسير الميسر ابتداء، ثم تفسير السعدي، ثم مختصر ابن كثير، أو ابن كثير الأصل لو كان ذلك يناسبه، ولو كان ممن يريد التركيز على بعض المعاني اللغوية والتراكيب فعليه بالجلالين، تفسير الجلالين، فهو من أجل كتب التفسير. طبعا عليه شرح الشيخ المقدم دكتور محمد إسماعيل، تناول هذا الكتاب بالشرح. وكما ذكرنا لا يصلح للإنسان أن يقرأ في هذه الكتب بنفسه بمفرده، بل لابد من شروح العلماء عليها. فمثلا في تفسير مختصر ابن كثير مثلا، أو تفسير ابن كثير نجد شرح الدكتور ياسر، في القاسمي مثلا تعليقات الشيخ محمد إسماعيل مع أضواء البيان والكثير من مواضعه، وغير ذلك. يعني أي كتاب تفسير بلا شك تحتاج لحاشية عليه وتوضيح لبعض ما يحتاج لتوضيح. وفي أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا هناك مقدمة للشيخ العثيمين أيسر، مقدمة في التفسير تبدأ بها ثم تنتقل إلى مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأصلها لابن هشام، وزاد المعاد لابن القيم.
طبعا السيرة النبوية مختصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب جيد، ثم أن ينتقل منه إلى الأصل لابن هشام، هذه نقلة كبيرة نوعا ما، فعليه أن ينتقل من المختصر للشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى بعض الكتب المعاصرة ككتاب الرحيق المختوم، فهذا جيد، بل من أجود الكتب المصنفة حديثا كتاب الرحيق المختوم، ويستعين بشرح الدكتور ياسر على هذا الكتاب، شرح ممتاز جدا، شرح كتاب الرحيق المختوم في السيرة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مختصر زاد المعاد لو شاء، أو إلى الزاد الأصل لابن القيم رحمه الله. مختصر زاد المعاد للشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا، أو ينتقل للأصل هو الزاد نفسه. وفي لسان العرب العناية بأشعارها، طبعا لسان العرب لا يقصد به الكتاب، هناك كتاب قاموس يسمى لسان العرب من 9 مجلدات عبارة عن معاني كلمات لغة العرب، هو لا يقصد هذا الكتاب، لكن يقصد لسان العرب يعني اللغة، ماذا تدرس فيها؟ يقول العناية بالأشعار مثل المعلقات 7 والقراءة في القاموس للفيروز آبادي. فيروز آبادي هذا مؤلف صنف كتابا يقال له القاموس، أنت تحتاج لكثرة المطالعة في هذا الكتاب للتعرف على معاني كلمات لغة العرب. والمعلقات 7 هذه قصائد من أنفس وأفضل ما ألف العرب، ما ألف العرب، ولها شروح كثيرة، فإذا طالعت هذه القصائد وشروحها هذا يثقل عندك اللغة العربية ويجعلها قوية متينة. وعموما أكثر من القراءة في كتب الأدب والشعر حتى يقوي ذلك اللغة العربية عندك. شرح الزوزاني، الزوزاني شرح الرحيق المختوم دكتور ياسر يقول: وهكذا من مراحل الطلب في الفنون، وكانوا في ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيرهما، يعني تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير. طبعا تفسير ابن جرير هذا للمتأخرين للمتقدمين، ما تفهمون تفسير الإمام ابن جرير لطالب العلم المتقدم، لأنه يعتبر العمدة في كل كتب التفاسير، يعني ابن جرير ربما يفسر كلمة في أكثر من صفحة، كلمة واحدة، ويأتي بالروايات التي جاءت فيها عن السلف والتابعين ونحو ذلك. هذا لا يصلح للطالب الإيه؟ المبتدئ ولا المتوسط. ابن جرير له تاريخ وله تفسير، فهو يقول تقرأ تاريخ ابن جرير وتقرأ كذلك تفسيره، ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم، لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. محررات في الاعتقاد يقصد الكتب التي كتبوها في العقيدة كالأصول 3 وكشف الشبهات ونحو ذلك. وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، يعني يجلس العالم في هذا الوقت يشرح، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، يعني ينام ساعة قبل الظهر. هو هنا يذكر لك منهج لطالب العلم، مثلا أنت في البيت تجلس تأتي بالشرح المسجل والكتاب وتسمع إلى الساعة 9 مثلا، ثم بعد ذلك تتناول الفطور مثلا، ثم تجلس مثلا مع الأولاد تعلمهم شيئا من القرآن حتى 11 مثلا، تنام إلى صلاة الظهر لو لم يكن عندك دراسة طبعا، تمام. وفي أعقاب جميع الصلوات تعقد الدروس، بعد الظهر درس آخر. وكانوا في أدب جم، جم يعني كثير، أدب عالي، وتقديره بعزة نفس من الطرفين، يعني الطالب والشيخ، على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير كثير يعني، والحمد لله رب العالمين. فهذه من عودة
إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات، فهل من عودة مش هذه فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم؟ الشيخ يريد أن نعود إلى المختصرات وليس المذكرات. ما المقصود بالمذكرات؟ بعض الطلبة يسمع الشيخ فيكتب خلفه ثم يقول هذه مذكرة شرح الأصول الثلاثة، هو يقول لك ابدأ بالأصول الثلاثة واحفظها ولا مانع من الشروح بعد ذلك، لا تستبدل المختصرات بالمذكرات، تمام؟ ولا تعتمد على الفهم فحسب. بعض الطلاب يجلس أمام الشيخ يفهم ولا إيه ولا يكتب، لا، لابد من الحفظ والكتابة والفهم. يقول وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر، سير على منهاج السلف والله المستعان. في خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر. ما المقصود بالزغل؟ الشوائب. وما المقصود بالشوائب؟ جمع شائبة، وهي لا الشوائب عندك مثلا كوب سقط فيه شيء من الغبار، ها، بعض التراب أو كذا، تقول هذه شوائب. الزغل الكدر، الشيء الذي يكدر الشيء، يعني مثلا تقول مثلا زغل طلاب العلم، يعني آفات وأمراض وأخلاق سيئة تكون بينهم من السب والشتم والوقيعة في العلماء وكذا وفساد النية، هذا كله يدخل تحت كلمة الزغل. والكدر نفس المعنى قريب يعني. فهو يريد أن يقول لك كانوا يطلبون العلم بطريقة خالية من الزغل والشوائب والكدر، الآفات يعني، كلمة الآفات تجمع هذه الكلمات الثلاثة. وقال عثمان ابن خرازاد متوفى سنة 282 هجرية رحمه الله، يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإذا عدمت واحدة فهي نقص. ما هي؟ يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف عنه. يحتاج إلى عقل يقصد به الإيه؟ الفهم. عقل جيد ودين يقصد به التقوى والالتزام، يكون عنده دين، محافظة على الصلوات، كف عن المحرمات، وضبط، يعني يكتب ويقيد الفوائد ويضبط ما يكتب، وحذاقة بالصناعة يعني إتقان، يكون عنده حذق يعني إتقان للعلم الذي يدرسه. الإتقان والإدراك الجيد مع أمانة تعرف عنه. الأمانة طبعا كما نعرف بمعناها الشامل الأمانة التي هي التكاليف الشرعية، ومنها ويدخل فيها الأمانة في الطلب، فكانوا إذا كتبوا شيئا ينسبونه للشيخ، يقولون قال الشيخ فلان، وليس أن ينقل بغير أن يكتب عمن نقل، فهذا ليس من الأمانة. يأخذ علم الشيخ وينسبه لنفسه، هذا ليس أمينا. فهمتم؟ قلت أي الذهبي الأمانة جزء من الدين والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج، يعني الذهبي يعلق على كلام الشيخ السابق فيجمله ويجمعه، فيقول يحتاج أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا، زكيا بالزاي وليس بالذال، حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد. ما شاء الله، يعني كأنه يقول لك حتى تكون طالب علم تكتب 200 مجلد. ممكن نقول هذا يصلح طالب علم يكتب فقط كم؟ 200، ويقرأ كم؟ 500،
هذا عدد قليل. أنت الذهبي يرحمنا يعني رحمنا بهذا، هناك من قال أكثر من ذلك. ولا يفتر من طلب، يفتر يعني يكسل من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. يعني لا يتعنى، لا يتعب نفسه، يعني إن لم تفعل ذلك استرح، لا تتعب نفسك. طيب هو يقول أن يكون تقيا، معروف التقوى فعل الأوامر وترك الإيه؟ النواهي. تقيا ذكيا بالذال، ها يعني ليس غبيا، عنده فطنة، سريع الحفظ قليل النسيان، تمام. نحويا يعني يعنى بإيه؟ بالإعراب والفهم والضبط، تمام. لغويا يعني يعتني بعلم اللغة ومعاني المفردات والضبط ونحو ذلك. زكيا، زكاة النفس صلاحها واستقامتها، تمام. يتلو عليهم آياته وإيه؟ ويزكيهم، وهي قريبة من التقوى، الطهارة، نعم، وترك المحرمات ونحو ذلك. سلفيا يعني ملتزم بمنهج السلف، حييا من الحياء، الحياء رحمك الله. يبقى طبعا يعني يلزم طريق السلف في طلب العلم، يكفي أن يكتب بيديه 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد. ولا يفتر يعني لا يكسل عن طلب العلم إلى الممات. لذلك أختم بهذه الكلمات تبين هذا المعنى. يقول بعض أهل العلم: كان الإمام أحمد يرى المحابر بأيدي طلبة العلم. المحابر جمع إيه؟ محبرة التي يوضع فيها الحبر ويكتب منه. فإذا رأى المحابر في أيدي طلبة العلم قال الإمام أحمد: هذه سرج الإسلام. سرج جمع سراج، والسراج المصباح والنور، فيشبه المحابر بالإيه؟ بالسرج، لأنها تنير للناس طريقه. وكان هو يحمل المحبرة من المن مين؟ أحمد. فقال له رجل: إلى متى يا أبا عبد الله؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. يعني يظل يتعلم إلى أن يموت، مع المحبرة إلى المقبرة. وقال ابن مناذر: سألت أبا عمرو بن العلاء: حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ حتى متى؟ أجيبه، قال: ما دام تحسن به الحياة. يفضل يتعلم طول ما هو حي. في حد مش عايز يعيش؟ يبقى لا يصلح له أن يترك طلب العلم، مع المحبرة إلى المقبرة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولما ولما قال رجل في أصحاب الحديث: هم قوم سوء، رجل يقول على أهل الحديث قوم إيه؟ ها؟ قوم سوء. قال أحمد: هو زنديق. والزنديق هو الإنسان المنافق الذي يظهر نفاقه. وكان رحمه الله أيضا، كان الإمام الشافعي يقول: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوقف هنا ونكمل المرة القادمة إن شاء الله بالتلقي عن الأشياخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.